وللمزيد حول تطورات الصراع اليمني في ظل تحركات المبعوث الأممي وتصريحاته بإمكان أطراف النزاع إحراز تقدم نحو الأزمة أو حل الأزمة، ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا دكتور. في الوقت الذي يتحدث فيه جريفيث عن انفراجة محتملة، فإن جبهة صرواح تشتعل، من المسؤول عن تأجيج المواجهات وخفض تصعيدها بهذا الشكل؟ بالنسبة لجريفيث، هو الآن يستعد إلى منصبه الجديد، والحوثيين يستقبلون جريفيث كنوع من التوديع، وبنفس الوقت لن يخسروا شيء في حال استقبال جريفيث لامتصاص الضغط الدولي وامتصاص بالضبط أو بالتحديد هذا القوة الضغط الأمريكية نحو إيجاد تسوية ما في الجغرافيا اليمنية. وبالتالي الحوثيين مرتبطين، هناك ارتباط وثيق بين الملف الإيراني في فيينا مع الولايات المتحدة الأمريكية 5+1، وهناك أيضا الملف اليمني، هناك ارتباط، وهناك أيضا استغلال هذه اللحظة اللي فيها نوع من الديناميكية لاكتساب مزيد من الاستثمارات. فبالتالي كما نعلم الاستراتيجية الإيرانية تفاوض، وبنفس الوقت تقوم بالحديث عن تخصيب اليورانيوم، تقوم بالحديث عن إطلاق صواريخ، الحوثيين يفاوضون ويستمرون في استهداف الجغرافيا السعودية، يستهدفون في يعني استهداف مارب والتوجه نحو مزيد من المكاسب. إذن نحن أمام انفتاح وامتصاص الضغط الدولي بالذهاب نحو مفاوضات مفتوحة وجولات مفتوحة نحو السلام، ولكن عمليا نحن نتحرك لإحداث تحول يعزز المواقع. بالتالي نعم، نحن أمام مشهد يمني يتدخل فيه المحلي والإقليمي، ولكن الحوثيين لديهم أيضا في هذا التوقيت، هم الآن يدركون أن هناك ارتباك سعودي يتمثل بالضغط الأمريكي لإيجاد تسوية، هناك ارتباك في الحديث عن سلام، ثم هناك عملية عسكرية. بالتالي هذا الارتباك وإدراك الحوثيين وإيران أن الولايات المتحدة الأمريكية و طيب دكتور نعم معلش دكتور المقاطعة، هذا كلام جميل، ولكن هناك حديث صادر من مسقط يقول بأن ثم التقدم في مسار الحل السياسي، وهو ما يحاول جريفيث أن يؤكده. السؤال عن الجديد حتى يوزعون بطاقات الأمل بهذه الطريقة، هل هناك جديد؟ الجديد هو هذا الاستقبال، وبالنسبة لأي مفاوضات سياسية عندما يتم الحديث عن التقاء بعض الأطراف في مفاوضات يتحدثون أن هناك يعني إيجابيات وهناك آمال في المستقبل، لكن نحن من خلال مقاربات موضوعية لرهانات كل الأطراف، الحوثيين رهاناتهم واضحة مع إيران، هناك ارتباط من الملفين. جريفيث يريد أن يودع وأنه قد وضع اليمن وما يحدث في اليمن في سياقها، بينما هو له عدة سنوات لم يحدث، بالعكس الحوثيين رفضوا مقابلته. الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى إيجاد تسوية، ولكن هذه التسوية ستكون وفقا للنموذج العراقي، بمعنى أن تكون هناك مجموعة من الصورات في الجغرافيا اليمنية، أن تكون هناك تسوية هشة بحيث تصبح السعودية مستنزفة وتحتاج للولايات المتحدة الأمريكية في جغرافيا يمنية متاخمة ومحادة للسعودية، مقلقة ومرتبكة في محيط دولي ومرات دولية تحتاج إلى تواجد غربي. بالضبط بالضبط، وهذا يحيلنا دكتور معذرة للسؤال عن الدور الأمريكي الآن، هل تعتقد أنه بدأ يتحول خاصة مع الإدارة الجديدة؟ ليس هناك تحول في الدور الأمريكي، هناك استراتيجية أمريكية منذ يعني استهداف العراق تتمثل في إيجاد الفوضى المنظمة. العراق كانت نموذج، النموذج الثاني في الجزيرة العربية والخليج هي اليمن، واليمن الآن في محيطها الدولي وفي صراع الصين مع الولايات المتحدة الأمريكية على الحزام والطريق، ينبغي أن تكون اليمن هشة وضعيفة ومتعددة السلطات بحيث تتواجد الولايات المتحدة الأمريكية، تتواجد بريطانيا، تتواجد قوات دولية في الممرات الدولية، كما يحفظ الأمن الإسرائيلي من خلال هذا التواجد الإماراتي في الجزر اليمنية، بحيث أن إسرائيل أيضا تحمي أمنها القومي من خلال وكلاء عرب. نحن أمام مشهد
يكاد يكون المجتمع أو مصالح بعض الدول الكبرى تتصارع في الجغرافية اليمنية. يعني هذا الكلام دكتور يعني قليلا ما نسمعه من المحللين والمراقبين اليمنيين، وهو أخطر بكثير مما يعتقد، بأنه المسألة مسألة خلاف بين جماعة الحوثي وبين بعض الفرقاء اليمنيين، وبأنه هناك يعني بعض الدول التي تدعم طرف من الطرفين. المسألة أكبر من ذلك كما تتفضلون. نعم طبعا، لأن المشروع الحوثي مشروع واضح، هو مشروع يقوم على التفويض الإلهي. الحوثيين يعني مشروعهم صحيح أن هناك تحالف إيراني حوثي، لكن اليمنيين يقطعون مع المشروع الحوثي، لأن لا يمكن لنا في هذا الزمان أن نقبل بحكم يقوم على التفويض الإلهي. لا يمكن لنا أن نتوصل مع جماعة الحوثي إلى، لا يمكن الحديث عن جمهورية عن ديمقراطية مع جماعة تعتقد أنها مفوضة من الإله بحكم الشعب اليمني، وبالتالي الأمر محسوم. لكن المسألة الآن هناك صراع في الجغرافية اليمنية كبير، هذا الصراع هناك صراع مصالح. أنا عندما أتحدث عن النموذج العراقي، صحيح تأخر تعميم النموذج العراقي، الآن هم الآن الدولة التوأم لهذا النموذج طيب. هي اليمن وبناء نعم. على ذلك دكتور، أنا أحاول أن أستفيد من وجودك معنا في أكبر قدر من الأسئلة والمحاور. بناء على ذلك أين يكمن الحل؟ هل هو في طهران أم في واشنطن أم في السعودية؟ أين يكمن الحل؟ المسألة صعبة. ليست صعبة، الآن هناك استراتيجيات للأسف الشديد الإمارات تلعب بإطار المصالح الأمريكية الإسرائيلية للأسف. نعم. يعني عبارة أنها تستفيد وتستثمر في إطار إعطاء ضمانات لهذا الجانب. السعودية تحاول أن تحقق مصالحها الجيوستراتيجية، وتحاول أن تستفيد أو لا تقطع مع الولايات المتحدة الأمريكية. إيران لها مصالح، وهي الآن تلعب في إيران، تلعب في العراق، ما يحدث اليوم من تغيير في الحكومة، ما يحدث في تأجيل الحكومة في لبنان، هي ما يحدث اليوم من قصف للسعودية، من التفاوض في فيينا والتفاوض في صنعاء وقصف السعودية، كل هذا مترابط. إذن المعركة في غاية الصعوبة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد السلام. السلام معروف ومحدد، الولايات المتحدة تريد تسوية هشة. هل العراق حقق السلام؟ لم يحقق السلام العراق. العراق حصل يعني نعم. حقق تسوية هشة، تفجيرات، تدهور أحوال معيشية، غياب النظام الديمقراطي. هذا النموذج، نحن نريد آبار النفط، نريد المصالح الاستراتيجية. في اليمن يريدون الغاز والنفط، يريدون الجزر، وسيبقى نعم. الشعب اليمني يعاني كالشعب العراقي. إذن على الشعب اليمني أن يحدد مصيره وأن يستفيد من التجربة العراقية. في القديم تحدثوا أن نعم. عندما تم التحول في اليمن ديمقراطيا، كانوا يريدون نقل التجربة اليمنية إلى بقية البلدان. عندما تم إنهاء النظام في العراق وإعادة تشكيله، أرادوا أن يكون هذا النموذج هو الذي يعمم على يعمم. شكرا دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، شكرا لك.